بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ها هم بنو إسرائيل عند ساحل البحر، وذاك هو جيش فرعون يقترب منهم، وبنو إسرائيل يقولون لنبيهم: أين المفر يا موسى؟ إن جيش فرعون سيقضي علينا لا محالة. وذاك كما قال الله تعالى: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فطمنهم سيدنا موسى عليه السلام بمنطق النبي المؤمن المصدق بوعد ربه سبحانه وتعالى، قال كما حكى القرآن الكريم: قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا لن يدرككم فرعون، فارتدعوا عن هذا الكلام وانزجروا، لأن سيدنا موسى عليه السلام لاحظ فيهم التشكيك في وعد الله لهم عن طريق نبيهم موسى عليه السلام، فبقول لهم اطمئنوا. كلا سيبكم الكلام اللي هو بمنطق أهل الدنيا، أنتم مدركون، لكن بوعد الله الصادق الحق أنتم في مأمن من هذا العدو. وبعدين طمنهم وهدأ من روعهم وأكد لهم وقال: إن معي ربي سيهدين. ولحظة بعد لحظة كان خطر فرعون وجيشه بيقترب جدا من موسى ومن قوم موسى، ومعاهم بيقترب الخوف، فيعني يدخل الخوف إلى القلوب ويداخل القلوب بشدة. ووقف سيدنا موسى ومعه أخاه هارون عليهما السلام عند ساحل البحر الأحمر في بلدنا الحبيبة مصر. وقف يذكران الله تعالى ويسبحانه وينتظران أمر الله تعالى وفرج المولى سبحانه وتعالى في هذه المحنة الشديدة العصيبة الأليمة. وقف النبيان الكريمان مستعينان بالله تعالى، فيما راح الفزع يتسلل إلى قلوب
أصحابهما من بني إسرائيل كلما اقتربت جحافل فرعون منهم، كلما دنوا بقعقعة سلاحهم، وعدد الجنود ساعتها كان بمئات، كان أعداد، كانت آلاف من الجنود اللي كان بيعد أو بيعد في ذلك الوقت، يعني عنده أقوى أنواع الأسلحة، أقوى الجيوش، وما زال وإلى الأبد. وصهيل الخيول تقشعر منه الأبدان، وغبار الخيول يملأ الآفاق، وصراخ الجنود الغاضبين يعج في المكان. مشهد في الحقيقة أثار رعب بني إسرائيل. وانتظر موسى، انتظر سيدنا موسى أمر ربه، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي هذه اللحظات الدقيقة الحاسمة أوحى الله تعالى إلى عبده ونبيه موسى الكليم: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فامتثل على طول سيدنا موسى، امتثل سيدنا موسى أمر ربه سبحانه وتعالى ورفع عصاه لينجز بها، أي ينجز بالعصا المعجزة الثالثة بعد معجزة تحول العصا إلى أفعى ضخمة عظيمة أمام فرعون والجماهير اللي كانت موجودة يوم المنازلة، وبعد كذلك معجزة ابتلاع هذه العصا بعد أن تحولت إلى ثعبان ضخم، ابتلعها لتعابين السحرة في يوم الزينة ساعة الضحى. وفي لحظات أهوى سيدنا موسى بعصاه على البحر، وضرب موسى بعصاه البحر وهو يدعو ربه بكل خشوع ويقين. شوف ربنا سبحانه وتعالى يكلم نبيه عن طريق الوحي، وأمره بأنه يضرب بعصاه البحر، وبدأ سيدنا موسى بالفعل يضرب البحر بعصاه، لكنه في حال ذكر دائم عليه السلام. فكان هو بيضرب البحر بعصاه يقول: يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا فرجا ومخرجا. ظل سيدنا موسى يقول: يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا. وما إن أتم، وما إن أتم سيدنا موسى عليه السلام دعاءه حتى رأى عجبا، فها هو البحر قد انفلق وانشق إلى نصفين، وارتفع كل نصف أو كل جزء شمال ويمين إلى طودين كأنهم جبلين شامخين، وامتد في النص طريق يابس من الرمل، يعني جانبي الطريق يبس الماء وجمد وجمد كأنهما جبلين كبيرين على جانبي الطريق، يبس الماء وجمد كجبلين كطودين شامخين رهيبين بأمر الله تعالى الذي بيده كل شيء. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كأنه زي الجبل الشامخ ما تجيبش نهايته، المية كلها ارتفعت على الجنبين في شكل جبلين، جمدة المية بقدرة الله القدير العظيم وأمره كن فيكون. سبحانه وتعالى جل جلال الله، سبحانه من بيده ملكوت السماوات والأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أسرع سيدنا موسى في اجتياز هذا الطريق اللي بسط لهم بمعجزة، بسط لهم بمعجزة عصا موسى، وهي تأييد من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام. أسرع سيدنا موسى ومعه هرع قومه من بني إسرائيل، رجالهم ونسائهم وأطفالهم ومواشيهم والأمتعة بتاعتهم، انحدروا في هذا الطريق فرحين مستبشرين بنصر الله، وهم يشاهدون ما يذهل الناظرين ويدهش العقول ويهدي قلوب المؤمنين. وكان ده في يوم عاشوراء، عبروا كلهم من الشاطئ الغربي إلى الشاطئ الشرقي في إلى أن وصلوا إلى سيناء، حتى خرجوا جميعهم من الطريق اليابس
عبر البحر، يعني انضرب الطريق في نص البحر، الشقي البحر وبقوا كجبلين شامخين، وامتد ليهم طريق يابس ما فيهوش قطرة من الماء. وقال الله تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وفي نفس الوقت اقترب فرعون وطلائع جيشه، ووصلوا إلى المكان اللي عبر منه موسى عليه السلام وقومه. وطبعا ذهل فرعون لما أبصروا جبلي التلج عن يمين وعن شمال الطريق اليابس، وأصبح فرعون حائر وفي نفس الوقت معاند، مش عايز يصدق هذه الآية المعجزة، لأن نفسه كلها كبر. هذه الآية المعجزة اللي أذهلته، لكنه على طول في الحال رجع إلى عناده وكبره، وقال إن ده سحر زي ما قال قبل كده عن سيدنا موسى وعن جميع آيات سيدنا موسى، قال ذلك عن كل آيات موسى السابقة عليه السلام. وظل فرعون متردد، يعني يجتاز الطريق ولا لا. هذا الطريق اللي رأى بعينه آخر رجل من قوم موسى عبره، هو قاعد يفكر شوية يعبر الطريق ولا لا يعبر الطريق، فاستدرجوا هذا النظر وأغراه إن الطريق مفتوح قدامه، وبدأ يقتحم الطريق بجواده وخلفه يسير جنوده. فلما رأى موسى هذا رفع عصاه ليضرب البحر بها مرة أخرى ليغلق الطريق على فرعون وجنوده. وقف موسى وقوم موسى على الساحل الشرقي ينظرون، ولما استوعب الطريق فرعون وجنود فرعون كلهم أجمعون، أمر الله تعالى البحر أن يطبق عليهم. خلي بالك أنه جبلي الثلج بدأوا ينهاروا، فلما هينهاروا هينهاروا بشدة وبعنف، وأمروا رب العالمين أنه ينطبق، فانطبق الجبلين بعنف على فرعون وجنود فرعون، فغرقوا كلهم في البحر. وكان موسى وقوم موسى يرون وينظرون، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وراح الموج الصاخب يتقاذف فرعون ومن معه، وصدق الله تعالى القائل: وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. صدق الله العظيم.